كانت السفن العثمانية حين تمر أمام المواني الأوروبية كانت الكنائس تتوقف عن أجراسها خوفا من استفزاز المسلمين فيقوموا بفتح هذه المدينة. نزعنا السرج عن ظهر تعالى بعزة أمة كانت مثالا بها التاريخ سل المجد سيفا لأجيال تعشقت النضالا. فلا الفرسان ملوا من جهاد ولا الرايات ملتهم رجالا. سقى الله الزمان جزيل خير بما بالخير وفانا الوصالا. فكان من ملوك الأرض شعبا لأجل الحق نقتلع الجبال. أين الرفعة التي تركها لنا الحبيب؟ أين القدس والمسجد الأقصى المتعلق في قلب كل مسلم حفيظ؟ أين وأين وأين؟ كم من أين أضعها أمام نفسي وأنا جالس وحيد حينما يقطع